الاستاذ عبد الرزاق زيتون رئيس لجنه التنفيذيه بحما. بتوقع هي اللحظات الاولى كان كل شعب حما وجماهير حما عم ينتصروا، خصوصا انت استاذ يعني بعد كثير معاناه، وهي الوعود تحققت الحمد لله. اليوم عم نشوف نحن نار ملعب حما، شو بتحكي لنا عن هي اللحظات؟ الحمد لله رب العالمين. اول شيء حما ولحالي عم نشتغل، وهي القيادات الحمد لله ما تركوا اللحظات على راس الاستاذ فراس معلا الله يخليها، قيادتنا السياسيه والاداريه بالمحافظه كل الدعم وكل نشتغل والله يعطيها. ما بنسى كمان جهد رفقاتي اللي قبلي واللي قبلهم، كمان ما حدا قصر في الموضوع هذا، بس اجى على حل الحمد لله كثير معي. وهي خطوه اولى، بعد في عندنا كثير شيء ان شاء الله بيكون من الملاعب الاربعه الاولى من المحافظه، وهيك وعدنا استاذ فراس باذن الله ان شاء الله. شكرا كل شكرا لك استاذ. الاستاذ وليد حداد رئيس لجنه فنيه في محافظه حماه ومدير مدينه الباسل، هي اللحظات الاولى لاناره ملعب حماه بعد طول طبعا الانتظار. اليوم طبعا احنا عم نشاهد اداره ملعب حماه، شو بتحكي لنا عن هي اللحظات؟ الحمد لله اكيد خطوه كبيره، هذا الحلم كان كبير يتحقق على دور الاستاذ فراس معلا. كل الشكر له اكيد، وللقائمين وللشركه المنفذه للاتحاد الرياضي، ومن اول الف مبروك لحافظ الحق ان شاء الله. شكرا لك استاذ.